المحكمه بتقرير خبره ديال الدرك الملكي. هذا التقرير يقع في اكثر من 63 صفحه. تقرير مكتوب فيه صور، فيه عمليات تقنيه وفنيه اللي قامت بها الشرطه القضائيه باش تاكد هل عفوا الدرك الملكي، مختبر الدرك الملكي اللي اكد في خلاصه المستنتجات بعد مجموعه من العمليات التقنيه والصور، اكد على ان الفيديوهات هي صحيحه، لم يطلها اي تحريف او تغيير او تزوير، واكد حتى ان الفيديوهات كانت اغلبها تؤخذ من مكان واحد وبنفس الكاميرا اللي موجوده رقميه، وبالتالي كانت واضحه اكثر من ذلك حتى خبره الصوت. هناك يؤكد تقرير المختبر العلمي ان هناك تطابق بين الصوت وبين الصوره، ما كاينش هناك تغيير، ما كاينش مونتاج، ما كاينش شي لعب. بالتالي حنا سعداء اليوم لاننا قدمنا بواحد الطلب ديال، حنا اللي كنا تقدمنا بالطلب ماشي كدفاع المتهم ولكن كدفاع المطالبين بالحق المدني. تقدمنا بهذا الطلب، البعض اعتبروا طلب غريب لان ليس من الطلب خصو يجي من دفاع المتهم دفاع عن البراءه، فحنا طالبنا به وكنا موقنين اشد تيقن على ان الجريمه هي ثابته وان الفيديوهات توثقها وان ليس هناك اي شك حول المتهم حول طريقه التسجيل. واليوم ثبت العلم على ان المتهم هو من يظهر في الصوره وان الفيديوهات صحيحه 100%. هل نتائج الخبره بمثابه انتصار لدفاع مطالبه بالحق المدني على حساب دفاع بوكشي؟ هي انتصار لنا لاننا امنا منذ اليوم الاول ان هذا المجال ماشي مجال ديال المزايده ومجال الكذب ومجال ديال العلم، مجال ديال قول القانون. وتقدمنا بعض الطلب وكنا شجعان رغم ان الطلب كان الطلب ان يضر بنا لو جاءت النتيجه عكسيه، لان الطلب كيمكن يضر المطالب بحق المدني هو ولا هو ثقه اثبات ويطعن فيها ويقول انه يريد اثبات صدقيتها. اليوم اثبت العلم صدقيه ذاك الوثيقه وان تسجيل الفيديوهات هي صحه 100%، وغنزودكم نسخه من التقرير.